هنروح لماجد عبد الله في القليوبيه. يا ماجد صباح الفل. صباح الفل عليكم جميعا في الاستوديو. احنا بالفعل متواجدين في محافظه القليوبيه وتحديدا من مدرسه الشهيد مصطفى لطفي. عدد اللجان في هذه المحافظه بيبلغ 16 لجنه والمراكز الانتخابيه حوالي 546 مركز، واجمالي الناخبين ما يزيد عن 3 ملايين ناخب. على مدار اليومين اللي فاتوا في اليوم الاول والثاني كانت نسبه الاقبال ما بين المتوسطه والمرتفعه. طبعا يعني احنا هنا من بدايه اليوم رصدنا بعض اللجان، هناك المواطنين كانوا بيصطفوا امام اللجان، اللجان طبعا فتحت فيه تمام الساعه 9، ما فيش لجنه فتحت فيه وقت متاخر، كله فتح في الميعاد المظبوط. على مدار اليومين الاول والثاني كان هناك طوابير وازدحام امام اللجان الانتخابيه. طبعا عمليه الاستفتاء على بعض التعديلات الدستوريه كانت بتتم بشكل سهل وبسيط جدا، ما فيش اي تعقيدات، ما فيش اي صعوبات نهائيا. هناك غرفه عمليات بيرأسها علاء عبد الحليم محافظ القليوبيه لرصد ومتابعه عمليه الاستفتاء وحل المشاكل اذا طبعا وجدت. قوات التأمين الحقيقه بتقوم بدور هايل جدا في تأمين عمليه الاستفتاء، سواء كانت قوات جيش سواء كانت قوات شرطه. يعني الحقيقه احنا ما زلنا في بدايه اليوم الثالث والاخير لعمليه الاستفتاء على التعديلات الدستوريه. هنشوف مدى الاقبال هيمشي ازاي مقارنه باليوم الاول والثاني، وهناك توقعات طبعا انه يبقى بنفس مستوى الاقبال على من قبل الناخبين على لجان الاستفتاء. إليكم مرة أخرى. أشكرك زميلي ماجد عبد الله من القليوبية.